لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى 98 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا. في صحيفة الزمان الصحة، أوميكرون يصيب الأطفال وأعراضه مشابهة لسلالات كورونا. في القدس العربي، إحباط هجمات بطائرات مسيرة ضد قاعدة جوية شمالية العراق. في مجلة إيكونومست، دعوات قتل المسلمين في الهند أصبحت علنية، والحزب الهندوسي الحاكم يحرض عليهم. في صحيفة التايمز، مع تراجع موجة أوميكرون وانحسار الوباء، التحدي هو التعايش مع كوفيد-19. في صحيفة لوفيغارو، في مالي أعصاب الأوروبيين على المحك. وفي صحيفة واشنطن بوست، كازاخستان لن تعود إلى الحظيرة الروسية. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب عمر الحلبوسي، حيث يقول: منذ عام 2003 تنتعش التجارة خارج نطاق القانون والتهرب من السلطة بشكل كبير، حتى أصبح العراق أكبر ساحة لتصريف الاقتصاد الأسود الذي يشكل ثلاثة جوانب رئيسة: الأول تجارة الممنوعات التي يحظرها القانون، والثاني تجارة السلع والخدمات التي لا تخضع للمعالجات القانونية والضريبية، والثالث غسيل الأموال والتكسب بشكل غير قانوني. وفي العراق ترعى الأحزاب الحاكمة والميليشيات الاقتصاد الأسود وتحتكره لصالحها، وتمنع دخول أي شخص من خارج البارونات المعروفة التي تعمل في نفس المجال، ويعود سبب الانخراط في هذا الاقتصاد إلى المكاسب المالية الكبيرة من هذه التجارة التي تعود بالنفع الكبير والفاحش على البارونات وتضر بالدولة والمجتمع. شرعت الأحزاب الحاكمة والميليشيات بتأسيس الاقتصاد الأسود في العراق وتحويله لساحة لعب دولية، وتتجسد مخاطر هذا الاقتصاد المشؤوم بسيطرة الميليشيات عليه وقيادته، وبالدماء التي تسفك لحماية هذا الاقتصاد الذي يدعم الإرهاب ويمول الميليشيات والأحزاب المتنفذة التي دمرت الاقتصاد العراقي مقابل تأسيسها هذا الاقتصاد الأسود الذي تحتكره بنادق معينة. وللخوض في تفاصيله، سأجزئ أقسام هذا الاقتصاد الإجرامي إلى تهريب الوقود. يشهد العراق أكبر عمليات تهريب للوقود في منطقة الشرق الأوسط، بتسهيل من بعض الأنظمة الحاكمة في المنطقة التي تعتاش على سحق الشعوب الأخرى وسرقة خيراتها، عن طريق تهريب النفط الذي تمارسه الميليشيات والأحزاب الحاكمة في بغداد وإقليم كردستان، من خلال سيطرتهم على الآبار النفطية وتحكمهم بها، فضلاً عن التلاعب بعدادات النفط لإخفاء سرقاتها، مدفوعين بفتاوى مرجعية هذه الأحزاب التي تبيح سرقة النفط بدعوى كاذبة مخالفة للشريعة والقانون بأن النفط لا مالك له، مما ساهم في انتعاش سوق تهريب النفط في العراق تجاه تركيا وإيران. وقد شكل هذا الاقتصاد المشؤوم إمبراطورية اقتصادية هائلة للأحزاب والميليشيات على حساب الشعب والدولة التي تسرق خيراتها وأموالها. ويقول الكاتب: بعدما كان العراق البلد الوحيد في العالم الذي يخلو من تعاطي المخدرات وتجارتها لسنوات عدة، جاءت أحزاب السلطة والميليشيات التي تحكم منذ عام 2003 لتجعل العراق ساحة كبيرة لتجارة المخدرات وزراعتها وتصنيعها وتهريبها إلى الدول الأخرى. وقد اعترفت وزارة الداخلية بأن نصف الشباب العراقي يتعاطى المخدرات القادمة من إيران، لتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع لا يعي ما يدور حوله، وإيران أبرز المستفيدين من هذه التجارة السوداء.
نبقى مع مقال الكاتب عمر الحلبوسي، حيث يقول إن المدارس والجامعات العراقية تشهد انتشارا كبيرا للمخدرات التي أصبحت تباع من قبل أشخاص تابعين للأحزاب والميليشيات، وبتسهيل وبتغاض من قبل رئاسات الجامعات التي كانت قد شخصت تعاطي المخدرات بشكل كبير منذ عام 2018 بين صفوف طلابها ولكلا الجنسين، لكنها لم تحرك ساكنا لمنع هذه الظاهرة. وقد أجهضت حكومة بغداد مشروعا دوليا أمميا يفضي بدعم العراق في محاربة المخدرات. كشفت تقارير حقوقية وإعلامية محلية بأن سيارات وزارة الداخلية والدفاع والمواكب البرلمانية ومواكب المعممين هي من تنقل هذه المخدرات، فضلا عن زراعة المخدرات في مناطق سنجار وسهل نينوى وجرف الصخر التي هجر أهلها منذ عام 2014 على يد ميليشيا الحشد الشعبي. وبذلك يكون العراق وشعبه من أكبر الخاسرين من هذه التجارة السوداء التي تعد أحد أكبر أعمدة الاقتصاد الأسود المدمر للاقتصاد الوطني العراقي. كما يشهد العراق صراعا كبيرا بين الأحزاب والميليشيات الحاكمة التي أنعشت تجارة السلاح بالعراق بشكل كبير عبر بارونات حزبية وميليشياوية جعلت من العراق مجتمعا مسلحا يعج بالجريمة المنظمة التي تزداد بمعدلات مرعبة. وقد شهد العراق ارتفاعا ملحوظا بالنزاعات العشائرية في مناطق الوسط والجنوب باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأحيانا الثقيلة. وتشير بعض التقارير إلى أن سلاح العشائر المدعومة من الميليشيات أقوى من سلاح قوى الأمن الداخلي، حتى أصبح العراق واحداً من أكثر البلدان التي تشهد رواجاً لتجارة السلاح خارج نطاق السلطة والقانون من خلال سيطرة الأحزاب والميليشيات على المنافذ الحدودية واستغلالها لتجارة السلاح الذي تستورده البارونات من مصادر التجهيز. الاقتصاد الأسود هو أشبه بالسرطان الذي ينهش الجسد العراقي، وقد ساهم بتدمير الاقتصاد الوطني العراقي وانتشار الجرائم بمعدلات مرعبة، فضلا عن التفكك الأسري والنزاعات المجتمعية وسرقة خيرات الشعب. كل هذا من إفرازات الاقتصاد الأسود الذي يتزعمه قادة الميليشيات والأحزاب الإجرامية خدمة لبعض الدول الإقليمية وإثراء للبارونات التي كونت إمبراطورية مالية هائلة من الاقتصاد الأسود المحمي بالسلاح المنفلت وسفك الدماء. عن سردية الفساد في العراق كتب عبد اللطيف السعدون مقالا في صحيفة العربية الجديد، جاء فيه لافت حقا أن يتصدى ثلاث شبان عراقيين لركوب المركب الصعب في محاولتهم الرائدة لفضح منظومة الفساد في بلادهم، تلك المنظومة التي اكتسبت شرعيتها المنتحلة زورا بموجب قوانين وتشريعات وأحكام صممت لكي تكون حمالة أوجه توافق عليها حراس العملية السياسية التي اخترعها الأمريكيون لحكم العراق، وخلف أبواب تلك المنظومة المغلقة التي لا تزال عامرة بأهلها كومة أسرار وخفايا يكاد المواطن العادي يعجز عن رصدها ومتابعتها، فكيف باستقصاء مجرياتها وفك خيوطها؟ المتطوعون الثلاثة الذين تجرؤوا على كسر الأبواب وتفكيك الأسرار محسن أحمد علي وعبد الرحمن المشهداني أكاديميان وعمر الجفال باحث، وقد نشروا بحثهم الاستقصائي وفي خلاصته أن التأسيس لمنظومة الفساد بدأ في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي، وأن هذه المنظومة أرست آليات مكنت الطبقة الحاكمة من تناقل الفساد وتحويله إلى طريقة حكم مشروعة سياسيا وقانونيا واجتماعيا. وأدى تنامي الظاهرة إلى تعزيز قبضة الأحزاب والكيانات المشاصة للدولة المختلفة، وباتت ثروات البلاد نهبا لذوي النفوذ والسيطرة، حيث بلغت قيمة الهدر المالي وحده أزيد من 150 مليارا من الدولارات. في البحث حكايات تثير الشجن على ما آل إليه الوضع في العراق. تم تدمير القطاع العام بطريقة ممنهجة جعلت الوظائف مضمونة الدخل محتكرة لدى رجال السلطة النافذين وأحزاب دوائر الدولة لكسب شريحة واسعة من السكان إلى جانبها،
واحد من كل 5 عراقيين يعتمد في معيشته على الحكومة، وآلاف الموظفين الفضائيين يحسب لكل واحد منهم أكثر من راتب، لكنهم في حقيقة الأمر وهميون لا وجود لهم، وبالطبع تؤول رواتبهم التي تقدر بأكثر من 100 مليار دينار شهرياً لجهات وشخصيات تابعة لمن بيده الأمر. المكاتب الاقتصادية للأحزاب بدعة ابتكرتها عقول دهاقنة السلطة للسيطرة على ثروات البلاد. تسهم هذه المكاتب في إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم. يعترف وزير سابق بأن هذه المكاتب تتقاضى نسبة معينة من كل مقاولة أو عقد. أدت هذه العمليات إلى تضخم الثروات الشخصية لزعماء الأحزاب وقادة الميليشيات، وقد كان بعض هؤلاء إلى ما قبل بضع سنوات لا يملك شروى نقير، ونائب في البرلمان يقر بأن الوزارات تحولت إلى دكاكين، وأن مديري مكاتب الوزراء هم الذين يديرون عمليا وزاراتهم. عن كفاح أهل النقب في الأراضي المحتلة كتب حمادة فراعنة مقالا نشرته صحيفة الدستور الأردنية، جاء فيه: تعيد المستعمرة إنتاج حالها والتأكيد أنها مشروع استعماري احتلالي إحلالي على حساب أرض ووطن واستقرار وأملاك وحياة الشعب العربي الفلسطيني. يتوهم العالم كله بدءا من بعض الفلسطينيين الذين لديهم ضيق الأفق والغباء السياسي والشركاء لهم من العرب والمسلمين والمسيحيين وحتى اليهود المضللين أن مشروع الصهيونية قد تحقق بخداع العالم لحاجة اليهود للأمن والاستقرار في وطن أي وطن، بعدما تعرضوا لظلم وحرق واعتداء من قبل القيصرية والنازية والفاشية، فوفر لهم العالم المتمكن أرض ووطن الفلسطينيين باعتبارها مركز ولادة اليهودية كما المسيحية، كما أرض الحجاز موطن ولادة الإسلام. فغزت الصهيونية أرض الفلسطينيين ووطنهم كمستعمر أوروبي، مستغلين هروب اليهود من أوروبا أو جاءوا لها مستثمرين، والصهاينة منهم جاءوا مستعمرين. واعتقدوا أن ما فعله الأوروبيون بالهنود الحمر بأمريكا ستفعله الصهيونية في فلسطين، فارتكبوا المجازر والمذابح والتطهير. معركة أرض عشيرة الأطرش المستهدفة هي معركة النقب، معركة الكل الفلسطيني، هي تختصر المسافة والمواجهة بين المشروعين، بين الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية. هل هي أرض الفلسطينيين كانت ولا تزال وستبقى كما قالت الصبية الفلسطينية الجميلة باسم شعبها، أم هي أرض المستوطنين المستعمرين كما يدعي وزراء المستعمرة ونوابهم؟ معركة النقب، معركة القدس، معركة المدن المختلطة، معركة الضفة الفلسطينية، معركة المدن العربية الفلسطينية في مناطق 48، معركة جوع غزة وحصارها، معركة الكل الفلسطيني في مواجهة المستعمرة وأجهزتها ومشروعها التوسعي الاحتلالي الإحلالي. جمعت مجلة إيكونومست في عددها الأخير بين كلمة تحريض والهند تحريض هندي، وقالت في تقرير لها إن المتعصبين الهندوس يحثون الهنود بشكل مفتوح على قتل المسلمين، بينما يقف الحزب الحاكم متفرجا ولا يعمل شيئا. وأشارت إلى صراخ كاهن هندوسي في لقاء البرلمان الديني الذي عقد على مدار 3 أيام في شمال الهند الشهر الماضي: على كل الهندوس حمل السلاح والقيام بحملة تنظيف. وقالت أخرى بطريقة نارية وأكثر فظاظة: لو تحول 100 منا إلى جنود وقتلنا 2 مليون منهم فسنكون منهم منتصرين، وعنت بذلك ب2 ملايين مسلم. إن هؤلاء الكهنة الذين يتلاعبون بالدم ليسوا متعصبين معزولين، ففي ظل الحكومة القومية الهندوسية بزعامة ناريندا مودي تحولت الهند التي توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم إلى دولة غير متسامحة بشكل متزايد. ففي مدينة غورجين قرب العاصمة نيودلهي منع المسلمون من الصلاة في الأماكن العامة لأن صلاتهم بشكل مفتوح تؤذي المشاعر.
كما حرموا من التصاريح لبناء مساجد في أماكن أخرى. وفي مناطق أخرى يتهم المسلمون بنقل المواشي لذبحها أو أنهم يملكون لحم البقر، حيث تم سحل بعضهم. وفي الأشهر الأخيرة قام المتطرفون الهندوس باضطهاد النساء المسلمات عبر تطبيق عرضوا فيه النساء من خلال مزاد مزيف. وتقول المجلة إن ما يدعو إلى الخوف هو صمت الحكومة من رئيس الوزراء إلى من هو أسفل منه، حيث لم يقم أي مسؤول بارز بشجب دعوات التحريض. وعندما سألت بي بي سي أحد قادة الحزب الحاكم رفض التعليق ونزع الميكروفون وخرج من الأستوديو. وناشد أكاديميون وبيروقراطيون وضباط جيش متقاعدون مرة بعد أخرى مودي ودعوه للتهدئة، ولم يشجب هذا إلا شخصية غير مهمة وهي نائب الرئيس. ومع اقتراب موعد الانتخابات المهمة في الشهر المقبل، فإن قادة حزب بهراتيا جاناتا لم يحثوا الناس على قتل الأقليات بل يحرضون على الكراهية. ويرى معلقون أن قادة الحزب لجأوا إلى الخطاب الانقسامي والكراهية لأنه لم يعد لديهم وعود انقسامية أخرى مثل تجريد جامو وكشمير من وضعهما الخاص في الدستور، حيث تعيش فيها غالبية مسلمة، أو البدء ببناء معبد على أنقاض مسجد أيوديا الذي دمره المتطرفون الهندوس. وبعدما حققت هذين الوعدين لم يعد لحكومة مودي ما تقدمه. أكدت صحيفة التايمز اللندنية في افتتاحيتها اليوم أنه مع تعافي بريطانيا بعد الوباء وتراجع موجة متحور أوميكرون، فإن التحدي هو تعلم العيش مع كوفيد-19. أشارت الصحيفة طبعا إلى أخبار سارة أيضا على جبهة الوباء الأوسع، حيث أظهرت أحدث البيانات أن عدوى أوميكرون تتراجع في كل مناطق إنجلترا. وأعلنت حكومة ويلز التي فرضت أقصى القيود تحسبا لارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات أنها أنهت حظرها للتواصل الاجتماعي داخل المباني والحشود الكبيرة في الأحداث الرياضية. لأول مرة منذ التعرف على فيروس كورونا قبل عامين وبعد أكثر من عام من النشوة الأولية لبدء برنامج اللقاح، يبدو من المرجح أن الوباء في بريطانيا على الأقل قد انتهى. لكن هذا لا يعني أن كوفيد-19 كخطر على الصحة العامة قد زال. ورغم أنه يجب أن نأمل أنه مع استمرار تحور الفيروس ستثبت المتحورات المستقبلية مثل أوميكرون أنها أكثر اعتدالاً حتى لو كانت أكثر قابلية للانتقال. ومع ذلك يجب أن يكون التحدي الآن هو التعايش مع كوفيد-19 حتى لا تكون هناك حاجة للعودة إلى مثل هذه القيود الصارمة مرة أخرى. وترى الصحيفة أنه يجب أن يكون المطلب الأول هو الحفاظ على اليقظة حتى مع تراجع مستويات المخاطر، ومن المفترض أن يؤدي التقدم المستمر في العلاج الطبي إلى تسهيل معالجة الموجات المستقبلية، بما في ذلك الوصول الوشيك للأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن أن تقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة والاستشفاء، كما يجب الحفاظ على العادات المكتسبة خلال الجائحة مثل اتباع نهج أكثر صرامة للنظافة. لكن مفتاح التعايش مع كوفيد-19 سيظل هو برنامج اللقاح، ولهذا السبب ينصح بالالتزام بالسياسات المصممة لتشجيع أخذ اللقاح. واختتمت الصحيفة أن هناك حاجة ملحة إلى استراتيجية جادة للتصدي لتفشي هذا الفيروس وغيره من الفيروسات القاتلة في المستقبل. بارالوتشي الأرجنتين في ظل درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في 9 من أصل 23 محافظة في الأرجنتين. واحد منها نشط منذ أكثر من شهر ودمر نحو 6000 هكتار من الغطاء النباتي من دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إخلاء حتى اليوم. وكان نحو 100 من رجال الإطفاء وأفراد الدعم بمؤازرة 5 طائرات و4 مروحيات يواجهون أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه نهويل هوابي الوطني بالقرب من مدينة باروتشي السياحية وفقا لخدمة إدارة الحرائق الوطنية.
وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية لورينا أوجيدا لوكالة فرانس بريس في موقع الحريق المستمر منذ السادس من كانون الأول ديسمبر بسبب البرق، إنه واحد من أخطر الحرائق التي شهدناها في المنطقة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.